بسم الله. من كتاب الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين للدكتور الشيخ أسامة السيد محمود اللزاري رحمه الله، نفعنا الله بعلومه وبارك الله فيه ونفع به وبارك في عمره هو ومشايخه وأحبابه والمسلمين وذريته. بيقول ايه مفهوم التمكين بقى في الكتاب؟ لان عندهم ايه يقول لك احنا لازم ايه نتمكن من الارض. طب ربنا هو اللي بيمكن، مش انت اللي بتتمكن يا استاذ. شوف بدايتها هو عايز يمكن نفسه، وربنا يقول لقد مكناكم. مين اللي بيمكن ولا انا اللي بمكن نفسي؟ فبدايتها مفهوم التمكين هو السعي الى التمكين ظنا منهم ان لهم حول وقوه، واللي يعتمد على حولي وقواتي ربنا يخزيه ويخزره، مش كده برضو؟ فدي المشكلة، إن بدايتهم في مفهومهم للتمكين بداية غلط. ربنا يقول مكناكم في الأرض، هو يقول لا أنا مكن للديني في الأرض. أنت حاجة غريبة، شفت إزاي؟ فبدايتها غلط، بدايتها بادي بنفسك. ابدأ بربك يغنيك ويكفيك، وابدأ بنفسك يخزيك. لأن أنت لو وكلت نفسك لنفسك وكلت نفسك إلى الضعف والعجز والجهل والتسرع وكل حاجة، لكن وكل أمرك لربك. فهمت بقى؟ بيقول تمثل فكرة التمكين عصبا جوهريا وأساسا محوريا للمنظومة الفكرية الكاملة لفكر جماعة الإخوان ولسائر التيارات التي خرجت من رحمها، حيث تم طرحه والتنظير له بطريقة تحوله إلى عمل سياسي حركي منظم يتماشى مع السياق العام لنظريتين متعددة المنطلقة من تكفير عموم المسلمين بشعوبهم وأنظمتهم وحكوماتهم وشيوخهم ومؤسساتهم، وأن هذا الدين قد انقطع وجوده لأنهم ربطوا الدين بعرى الحكم. فإذا انقضت عرى الحكم انقضى الدين كله، والنبي يقول تنقض عرى الإسلام عروة عروة، ما قالش ينقض الإسلام. وأول ما ينقض الحكم يعني نقض الحكم ليس نقضا للإسلام. فهمت بقى المشكلة؟ هم فهموا ان نقض عروة الحكم نقض للإسلام كله، وبالتالي يبقى كل كفار. فانطلقوا من البداية عشان تفهم، تعرف ان مفهومهم للشرع الشريف مفهوم خطأ من البداية. وان هذا الدين قد انقطع وجوده من قطاع الحكم والخليفة الراشد، يبقى انقطع ما بقاش فيه الإسلام وجود خالص. بيعتقدوا امال احنا بنعمل ايه؟ ده احنا طول النهار عايزين نصلي ونقول الاواجر، امال امه النبي اللي بتحج كل سنه دي بالملايين راحوا فين دول؟ دول تصدق في نظرهم كل دول كفار. حاجه غريبه الشكل. ومين بقى اللي بيصوم رمضان كل سنه؟ اللي قالوا لا اصل كفار برضه. واللي بيقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله ليل نهار، كافر برضه. ما هو النبي كان بيقبله. اللي يقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله قدام النبي يقول لك ده مسلم، خلاص سيب. هم يقول لك لا لسه مش مسلم، الا لما ينضم لينا ويحاول يمكن الحكم في الاسلام. وكان تمكين الحكم ده شؤون من شؤون الافراد وليس شأن من شؤون الله. ده شأن الهي، التمكين ده شأن الهي مش شأن للخلق. فهمت ازاي؟ قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء تذل من تشاء، بيدك الخير. فهمت ازاي؟ فده شؤون الهيه. ثم جعلوها شؤون عباد. انت اللي توصل وتمكن وتخطف وتاخد ومش عارف ايه بتاع. وفي الاخر بيعملوا يموتوا الناس ويموتوا نفسهم ويقضوا اعمارهم في السجون مساكين. وكل ما يتسجن شيطان يقول له انت كده مجاهد، اثبت، خليك ذكر. اثبت على ايه؟ تثبت على الباطل؟ طب اتعلم الاول. اتعلم الاول الصح وبعدين بعد كده تثبت على ايه؟ عشان كده ما تعرفش تقنع واحد فيهم، لان كل واحد اتربى على ان هو على الحق، وكلما واجهته صعاب يقوم يترجمها يقول لك ما هو النبي واجه صعاب. الله، هو انت النبي. النبي كان على الحق وانت على الباطل. النبي واجه الصحاب لانه كان معه الحق، وانت واجهت الصحاب لان كان معك الباطل، الفهم الخطا. فهمت ازاي؟ فيبدلون الكلم عن مواضعه، فتيجي تكلمه من سكه يطلع لك بسكه، تكلمه بايه يقول لك ايه. فلا سبيل ان ربنا يهديهم. ما فيش سبيل انك تقنعهم ابدا الا ان ربنا يهدي بقى.
وينور له بصيرته. وقالوا ان ايه، وان هذا الدين قد انقطع وجوده، وان الارض غارقة في جاهلية كفر وارتداد، وان الصدام والصراع حتمي مع القيام بمجموعة اعمال دموية ضد المجتمعات المسلمة اسموها ظلما وعدوانا بالجهاد. ثم انتقلوا على ذلك كل الى التنظير لفكرة اسموها بالتمكين. شوف، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ايه؟ لا يمكننهم في الارض. مين اللي يمكنهم؟ ربنا. يعني كل ايات التمكين جايه منسوبه الى الله، هو اللي بيمكن. فهمت ازاي؟ هل قال يا ايها الذين امنوا اسعوا الى التمكين في الارض؟ في ايه واحده قالت كده؟ في حديث واحد قال كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لا تطلب الولايه فانها خزي وندامه يوم القيامه. قال كده. ومنا الا نعطي هذا الامر من يطلبه. يعني سنة النبي تقول ايه؟ اللي اكله بالتمكين ما تمكنوش. النبي كده سنته كده، لان اللي بيطلب التمكين له شهوة، فهتمكنه يبقى ايه؟ هتعينه على انه يتحقق بشهواته، يوم يكسر الظلم. وانت بتنصر اخاك ظالما او مظلوما تكف عن الظلم ازاي؟ تمنعه من التمكين. يبقى منعه من التمكين نصح لهم. فهمت بقى المسألة؟ نصح لهم مش كراهية فيهم، لأنهم يطلبونه لزواتهم. فهمت ازاي؟ يريدون بها مجموعة الإجراءات والمساعي والتدابير التي يخططون لها للوصول إلى السلطة وإقامة كيان سياسي يتصورون أنه هو السبيل الوحيد لإقامة الدين. وقد توصلوا إلى صناعة تلك التصورات الظالمة المظلمة عن طريق سيل من التأويلات المنحرفة والأفهام السقيمة الملتبسة التي صنعت بالحماس والانفعال والمشاعر والأدبيات فقط. يعني هم شوف فيهم، يعني هم يتربوا من صغرهم والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. يعني هو عايش عشان يموت، حاجة غريبة أوي. وشوف ربنا بيقول إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني حياته الأول وعبادته الأول قبل الموت لله رب العالمين. هو يقول إيه؟ قل إن مماتي لله رب العالمين. شوف اختصار المخل، واحد عايش عشان يموت والتاني عايش عشان يعبد ربه ويصل إلى الله ويموت على الحق. فرق كبير. فيعملوا شعار، والشعار ده بيخيل على مين؟ على الشباب المتحمس. يخيل على الشباب المتحمس بس، لكن لما تيجي تنظر فيه تجد واحد عايش عشان يموت. يوم ساعتها لما بيموتك فما يجراش حاجه، ما هو برضه عايش عشان يموت، ده هو بيخدمك يا اخي علشان توصل للي هو يتمناه. هو يتمنى انه يموت فبيموتك. يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ما شاء الله. فتربى غلط. اتربى غلط، مفاهيم مقلوبه. فهمت ازاي؟ مفاهيم مقلوبه. شوف سيدنا علي قال ايه؟ كلمه حق يرد بها باطل. مفاهيم مقلوبه. مع افتقاد تام وفقر شديد في ادوات المعرفه التي تمكنهم من النحت والتصنيع والاستخراج للمفاهيم القرانيه على نحو يحقق مقاصد القران ويحترم تجربة المسلمين عبر التاريخ في فهمه وتطبيقه. إن صناعة المفاهيم واستخراج القضايا والمدلولات من القرآن هي عملية صناعة معرفية ثقيلة، لابد لها من أدوات علمية ومفاتيح ومعايير ومقاييس وضوابط تضمن صحة الفهم والموازين، تعين على قياس مدى انطباق ذلك الفهم على مراد القرآن ومقصده. إنها عملية علمية مهيبة ودقيقة، لأنها تصون الوحي الشريف من أن ينسب إليه أحد من أن ينسب إليه أحد أفهاما مفعمة بالأهواء البشرية، أو مفعمة بالأهواء البشرية تترجم عنه ترجمة غير أمينة ولا مطابقة لمقاصده، ثم تناضل عن أفهامها تلك وتعتبرها حقا مطلقا لو قدست النص الشريف. ومن أجل وأكمل مقاصد أهل العلم أن يتابعوا في كل زمان ما يقرأ ويجد ويستحدث من الأفهام والاطروحات التي تنسب نفسها للوحي، لترى ما له أصل تحتمله أدوات الفهم ومناهجه فيبقى وإن اختلفت فيه الأفهام والمدارك، ولترى ما هو هوى بشري محض وانفعال بحت يحاول تقويل القرآن ما لم يقل وينسب الهوى إلى الوحي الشريف. ومعيار قياس الأفهام التي يصح نسبها للوحي دون غيرها واستخدام قواعد أصول الفقه. وعشان كده تلاقي الناس أصحاب الأهواء يكرهوا أو الإمام الشافعي عشان عمل أصول الفقه. بيقول عليه أحد الناس اللي اليوم برامج التلفزيون يقول على الإمام الشافعي صاحب الصنم الأغبى.
على اصول الفقه يعتبره استناولا. لان ليه؟ لما تيجي ترد عليه باصول الفقه واصول الفهم هتقهره، هو مش عايز ينقهر، يقول لك لا ده صعب مش عايزين نتحكم. امال ايه يعني نتحكم؟ نتحكم لمين؟ لا نتحكم للعقل. طب اي عقل؟ عقله هو. لما يقول لك نتحكم للعقل يقصد عقل نفسه. طب ما يمكن العقل الجمعي، عقل الامه كلها مجتمعه يا اخي، لان النص قد يكون اعمق من ان يفهم عقل واحد. تستفيد بعقول الامه كلها؟ لا، هو عايز يستفيد بعقله بس. ودي مشكله. فلازم ايه؟ يبقى عنده قواعد اصول فقه وعلوم البلاغه من المعاني والبيان والقواعد الفقهيه ومقاصد الشريعه ومعرفه ما اجمع عليه المسلمون. عشان كده يتعرف في الايه؟ في الاجماع. يجي يقول لك احنا اجمعنا، وما احنا قاعدين اهو انا وعبد الله وقرني ونفيسه وعائشه وبتاع اهو، احنا اجمعنا اهو. يبقى ده اجماع، ده شغل تهريج. اجمع الناس يعني العلماء، يقصد بالناس هنا يعني العلماء مش السفهاء يعني. مع الصبر والتمرس بمدارك ائمه الاجتهاد واهل العلم ومعرفه التجربه التاريخيه التي تراكمت عند المسلمين من تحويل ايه القران الى برامج عمل تفرز البصيره والاداه. وقد اخرجت تلك التيارات المتطرفه فهما مغلوطا في قضيه التمكين، فاتوا بتصور انفعالي متخبط لا يجمع النصوص القرانيه الوارده في هذه القضيه، ولا يحسن تركيبها وتنسيقها، ولا يصبر على صبر مدلولات الفاظها وسياقاتها، ولا يقايس نتائج فهمه الى بقيه موارد الشرع حتى تنسجم الافهام ولا يصدم بعضها بعضا. وبسبب غياب هذه المنهجية أخذوا آية من كتاب الله صوروا معها مفهوم التمكين التي حرك لسان القرآن على أنه مجموعة إجراءات تتيح للإنسان السعي إلى السلطة، مستبطنا احتكاره للإسلام وأنه وحده دون غيره الأحق بإقامته، وأنه يمتلك دون بقية المسلمين وعدا إلهيا بنصره على بقية المسلمين اللي هم في نظره مش مسلمين بقى، حيث أنه منطلق أساسا من تكفيره للمسلمين. بينما إذا تركنا التنظير الذي أخرجته هذه التيارات ورجعنا إلى معين القرآن وجمعنا كل كلمة فيه مشتقة من مادة هذه المادة كتمكين أو مكنة أو ممكن أو مكننا مما ورد في القرآن بلفظه أو ما ورد فيه مما يفيد هذا المعنى بأي لفظ أو تعبير قرآني آخر، وجمعنا ذلك كله معا في صعيد واحد، ولو أننا ضممنا إلى ذلك أعلى نموذجين وصفهم الله تعالى بالتمكين وهما نموذج سيدنا يوسف ونموذج ذي القرنين، لوجدنا أننا نسبح في أنوار وآفاق رحيبة من نظرية قرآنية تختلف تمام الاختلاف عما ينظر له هؤلاء. والتمكين كما يطرح هؤلاء فكرة في غاية اللبس، طرحتها التيارات الإسلامية على نحو يغير نظرة الإنسان تماما إلى دين الله ومقاصده العليا الرفيعة وما تثمره في البشرية من قيم وعمران وهداية ورحمة. وعندما نتفقد معناها أو التعبير عنها أو مفهومها في كتابات الأئمة الكبار فإننا لا نجد لها أثرا، حتى إن أشد المعاصرين من الإخوان المسلمين تحمسا ولهجة بها وهو الدكتور علي محمد الصلامي، وقد قدم أطوحة جامعية في السودان عن فقه التمكين في القرآن الكريم، فإنه يقول في أولها وعلى حد اطلاعي المحدود على هذا الفقه تعتبر أبحاثه جديدة، حيث بدأت الكتابة فيه والإشارة إلى أهميته مؤخرا، إلى أن قال وقد رأيت أن مادة فقه التمكين من أهم الأبحاث والأطروحات التي يجب أن يهتم بها الباحث، وسبب ذلك هو عمق فهم الأقدمين لمفهوم التمكين كما يطرحه القرآن، وأنه نتيجة وأثر لمجموع أوامر القرآن بالإيمان والأخلاق والهداية والجد والعمل والعمران والحضارة. يعني هم يبحثوا عن التمكين دون الوسائل. هو ربنا يمكنك إمتى؟ لما تتقي الله، تتقن عملك، تحب الخير للناس، تسعى في الأرض إصلاحا، لأن الله لا يحب المفسدين ولا يصلح عمل المفسدين، ساعتها ربنا يمكنك. فالممكن هو الله بناء على مقدمات انت قدمتها. لا هم عايزين يتمكنوا الأول من غير مقدمات. فهمت ازاي؟ دي مشكلة كبيرة. ولأجل هذا غير الله تعالى بوصف التمكين في حق عدد من الأمم، عبر الله تعالى بوصف التمكين في حق عدد من الأمم التي أهلك الله بذنوبها، لأن التمكين في حقهم هو إحكام القبض على علوم الحضارة، فشاع لهم بين الأمم سيط بما يقسمونه، رغم أنهم منطلقون من أساس غير إيماني، إلا أن التمكين قد يكون لحضارة مؤمنة، فيتحول التمكين إلى أساس للتعريف بمحاسن هذا الدين، أو أن يوجد في يد حضارة لا تنطلق من أساس الإيمان، فتتحول مناهج بحث العلم عندها إلى منهجيات تنحي وتستبعد قضية الألوهية من منظومة الفكر، وهذا هو الواقع عبر تاريخ البشرية. فلما أن جاءت التيارات المتطرفة وبدأت بتكفير عموم
وادعوا انقطاع الدين وان البشريه كلها غارقه في الجاهليه التي هي كفر، بداوا يخططون لكيفيه اقامه الدين حسب فهمهم مع قصور شديد في ادوات فهم الوحي، فانتزعوا مفهوم التمكين وحملوه على المعنى الذي يقومون هم به وحولوه من نتيجه الى مقدمه. ومن سمع الهي يفتح الله لمن راى فيه الجد الى اجراءات يقومون هم بها ويقاتلون دونها. شوف سيدنا يوسف بيقول ايه، ولقد مكنا ليوسف في الارض، مش كده برضه؟ ويقول على ذي القرنين انا مكنا له في الارض، انا يعني الله هو الذي مكن له، واتبع سبب يعني اخذ باسباب التمكين، لما اخذ باسباب التمكين مكنه الله. فهمت ازاي؟ ومن العجيب انه يتفرع بعد ذلك بمباحث تتناول هذا الهدف اللي هو ايه، الشيخ الصلابي السوداني في رسالته تتناول هذا الهدف الذي هو اقامه سلطه دينيه وما ينتج عنه، فيغلق في جزئيات تنتج في زعمه عن اقامه السلطه السياسيه، ثم ينفرد منه الكلام الى اخر الكتاب. فلم يذكر لنا هدفا اخر للتمكين بعد هذا الهدف الاول والذي هو اقامه سلطه سياسيه. ثم ينتقل في شرح مراحل التمكين الى مرحله يسميها مرحله المغالبه، يقول فيها ان مرحله المغالبه لابد لافرادها ان يكونوا قد استوعبوا مفهوم الجهاد بعمومه، وان تكون كافه الكوادر في جميع المجالات مستعده للتحرك نحو تولي امور الحكم وتحكيم شرع الله تعالى والتمكين لدينه. ان حركه المسلمين في مرحله المغالبه تهز عروش الطغاه، وكلما شوف كلام كله تلاقي كلام عاطفي يقبله مين؟ الشباب المتحمس اللي ما عندوش اي معلومه. والتمكين عندهم فكره تشتمل على امور، التمكين هو الهدف الاكبر لكل مفردات العمل لاجل الاسلام. هدف التمكين اقامه سلطه سياسيه. اهم مراحل التمكين هي المغالبه. المغالبه هي الجهاد في نظري. حركه المغالبه والجهاد تهز عروش الطغاه وتنهي حكم الجاهليه وتنزع مقاليد الحكم من ايديهم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وانا لله وانا اليه راجعون. كل ده اساسهم ايه؟ قول سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الارض، يعني طلب السلطه. أبو سيدنا يوسف لما قال اجعلني على خزائن الأرض بعد ما عرض عليه السلطة الأكبر، قال إنك لدينا اليوم إيه؟ مكين أمين، يعني أنا هخليك رئيس الوزارة. يعني جاءته السلطة لوحده هو ما طلبهاش، فلما جاءته السلطة الواسعة ضيقها، قال اجعلني بس على خزائن الأرض مش كل حاجة. يبقى منين بقى طلب التمكين؟ شفت بقى يقتطع الآيات من سياقها. يعني سيدنا يوسف لما أبدأ علما في تأويل ايه الاحلام، وعلما اخر في ايه كيف انه كان يعني صالحا في نفسه ناصحا لمن حوله، وانه كان سلوكه سلوك محمود حيث ان كل من رآه احبه وارتبط به، وانه كان لا يحب الخيانه، كان امينا عفيفا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ثم لما ظهر ذلك كله منه قدم هذا كله ربنا اللي مكنه، وقال مكنا ليوسف الارض يتبوأ منها حيث يشاء. بعد ما عرض عليه التمكين الاكبر فاختار الادنى، قال ايه انك اليوم لدينا مكين امين، قال اجعلني على خزائن الارض، لا اديني اقل حتى استطيع ان اقوم به بحقه. هم يستدلوا بيها ويقتطع السياق ده كله، وكان سوره يوسف تبتدي بقول سيدنا يوسف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. الله، فسوره يوسف بديتها كده ولا بديتها قصة طويلة من ايه؟ من النفع للناس والنفع للآخرين والحكمة، واخد بالك، والنصح وعدم المنازعة والمسامحة. شوف بقى انتزاعه من السياق، عشان كده تاخد بالك من هذا. ويقول تتكون نظرية سيد قطب هنا من عدة أمور: اتهام عقول الفقهاء وعقلية الفقه بلا أنها خمدت وجمدت في قرون الخمود والركود. ثانيا، الفقه نشأ من خلال حركة مجتمع مسلم والمجتمع العربي هو الذي أنشأ الفقه. التفرقة بين فقه الحركة وفقه الأوراق واتهام من لم يعرف ذلك بأنهم ليسوا فقهاء وليس لديهم فقه بطبيعة الفقه ولا بطبيعة هذا الدين أصلا. الأحكام الفقهية لم تنشأ في فراغ ولا تعيش في فراغ، وهو يقصد بذلك الإشارة إلى زوال الأمة المسلمة لأنه كفرها ووصفها بالجاهلية والشرك. فزالت الأحكام الفقهية بزوال الأمة في نظره. عشان كده ما كانش بيصلي الجمعة. كان معروف عنه انه قاعد في الحلوان وما كانش يصلي الجمعه. ليه ما بتصليش الجمعه يا سيد رحمه الله؟ يقول لك احنا في مجتمع كافر، النبي لم يصلي الجمعه في مكه. يعني خلى مكه هي مجتمع الجاهليه ايام ما كان بيحكمها ابو جهل وابو لهب. مصر بقت مكه قبل ايه؟ قبل الهجره، حاجه غريبه.
تزكية النفس وترشيحها للمناصب حكم فقهي نشأ في مجتمع مسلم. يعني انت لا تزكي نفسك الا بعد ما توجد المجتمع المسلم الاول. بعد ما توجد المجتمع المسلم تحدى بقى بالصدق والصلاح والطهر. طب قبل كده خليك بكر وخبيث ومجرم وفجر الدنيا. طب ما ربنا بيقول لا يصلح عمل المفسدين. يقول لك لا انا بفكر عشان يجي المجتمع اللي انا اظهر بقى فيه ان انا طيب وحلو. طب مش هيجي المجتمع. ربنا لا يصلح عمل المفسدين. هل النبي فجر مكه؟ هل النبي قتل الناس؟ حاجه غريبه. ده النبي 13 سنة في مكة يعفو عن من ظلم ولا يأمر الصحابة حتى أنهم يرفعوا سيف أو سلاح. فهم طريقتهم غريبة على شكل. الحركة هي العنصر المكون لهذا المجتمع. الحركة المستمرة في المجتمع المسلم تفرز تلقائيا أقدار الناس بحسب الابتلاء والصبر. يعني هم ربنا بيقول أكرمكم عند الله أتقاكم. هم أكرمكم عند الله أكثركم بلاء. فاللي يتسجن اكتر يبقى هو الزعيم والمرشد. دي طريقته بيقيموا الناس كده. ربنا يقول اكرمكم عند الله اتقاكم. هم ايه اكرمكم عند الله؟ اكثركم سجنا واصطداما بالواقع، واخد بالك، وتحطما لهذا الواقع او تحطيما لهذا الواقع. يبقى هو ده اللي يخليه مرشد. يعني طريقتهم مقاييسهم مختلفه تماما. يدعي سيد قطب المعرفة وأنه هو واحد يعرف البدء في هذه المتاهة. الدين حاليا لا يلبي احتياجات المجتمعات الجاهلية الكافرة لأنه لا يعترف بشرعية وجودها أصلا. والمجتمعات الجاهلية هنا هي مجتمعات المسلمين، لكن بعد أن قام هو بتكفيرها. يقول تاني لابد أولا وقبل كل شيء من محاربة العالم كله لإنشاء المجتمع المسلم، وحينئذ ينشأ له فقه جديد. يبقى يقابلني بقى لو إيه حارب العالم كله علشان يكون المجتمع. مش معي. مش عيب. والنبي يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. هو يتمنى لقاء العدو ويسأل الله البلاء. يعني ماشي على عكس سنة النبي. حاجة غريبة والله. بتعلموا فين دول؟ ما عرفش. طلعوا لنا منين دول؟ من أي جحر؟ ما عرفش. كانوا في نفق من الأرض وفجأة كده طلعوا جابوا لنا دين جديد. وبعدين الأمريكان عجبهم قوي الدين الجديد ده. يا سلام. فسلحوا هؤلاء الناس وأعطوهم، لأن هم أصلا الأمريكان دول كاوبوي. كاوبوي يحبوا القتل، قتل المخالف. هم لما راحوا امريكا عملوا ايه؟ قتلوا الهنود الحمر كلهم. هم يحبوا قتل المخالف، فوجدوا مجموعه من المسلمين بتخالف باقي المسلمين. قال يا سلام، هم دول، هم دول الكاوبوي بتوع هذا العصر. فادوهم السلاح عشان يقتلوا اهلهم بايديهم. وبسلاح امريكا. وفي نفس الوقت امريكا بتطور سلاحها بتجربته فينا بايدي ابنائنا. فيا فرحه اليهود فينا، ويا فرحه اعداء الاسلام. فهمت ازاي؟ فهم دول شمتوا اعدائنا فيه ومكنوا اعدائنا فيه، وفي الاخر يقول لك كل ده جهاد. فشوهوا حتى كلمه جهاد. وبعدين جايب لك بقى عبارات كثيره من كلامهم تدل على ما سبق. وما سبق الحقيقه كله يعني تهريف وتخريف. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يسلمنا منه. ولك أن تقرأ بقية هذا الباب لأنه كله يدور حول هذا المعنى الذي تكلمنا فيه، وأن الممكن هو الله، والله لا يمكن المفسد أبدا. فلا بد أن تكون مصلحا ليمكنك، وتكون صالحا ليمكنك. فهمت إزاي؟ لأن الله قال لا يصلح عمل المفسدين، فمعناها بمفهوم المخالفة يصلح عمل المصلحين. فهمت إزاي؟ فكن مصلحا يصلح الله عملك، ولا تكن مفسدا ثم تدعي بعد ذلك أنك تريد الإصلاح. لأن عندهم الغاية تبرر الوسيلة بكفلية، وإحنا عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة. لابد أن تكون الوسيلة مباحة والغاية شريفة. هم يستعملون القتل والتخريب والكذب والخداع كوسيلة للوصول إلى الحق. هيهات هيهات أن يحق الحق بالباطل وأن يكون الباطل سببا لإحقاق الحق. هيهات. فإياك أن تنصاع لهم وأن تأخذك الحماسة فتتأثر بكلامهم. ونقف على مفهوم الوطن الجمعة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.